شاشة ال جي لعام 2020 الإصدار الأخير. دلوقتي هنفتح مع بعض العلبة ونشوف هل فعلا هي تختلف عن الإصدار القديم ولا لأ. لو يهمك الفيديو خليك معايا. أنا بدأت تصوير بظهر الشاشة عشان نعرف بس كل حاجة موجودة في الشاشة. أول حاجة هنا لو جينا بصينا على المخرج ده، المخرج ده اللي احنا هنوصل فيه دلوقتي السلك اللي هو بتاع الشاشة عشان يشغلها، اللي هو الباور يعني. وتحت هنا يا جماعه اللي هو الزرار اللي هو بيفتح الشاشه، وممكن نستخدمه في حاجات كتير قوي تغنيني عن الريموت اللي هو خاص بالشاشه، وهنعرف دلوقتي كل حاجه. ولو جينا بصينا هنا هنلاقي هنا موجود معانا اول حاجه هنا اللي هو خاصه بالاريا للار دي، لو انت عايز مثلا تجيب القناه الاولى او الثانيه او الثالثه، والمونتاج بقى اللي بتبقى متشفره، واكيد طبعا انتوا عارفين بتتعمل ازاي. وهنا لو جينا بصينا على المخرج ده اللي هو خاص بالدش، لو انت هتوصل بقى السلك ان الشاشه فيها في صفر داخلي. وعندك هنا ده المدخل اللي هو خاص بيه كارت اللان اللي هو موجود جوه الشاشه، ان الشاشه سمارت فهي اساسا جواها واي فاي، وغير كده كمان بيديك مخرج ممكن توصل السلك بتاع الانترنت على طول. وزي ما انتم شايفين الاشكال دي او الالوان دي الاماكن اللي احنا ممكن نوصل فيها بالسيرفر اللي هو الخارجي اللي هو القديم، وده برضو ال HDMI لو انت عايز توصل كيسه كمبيوتر، عايز توصل الريسيفر اللي هو بيبقى حجمه الصغير ده. وال HDMI موجود منه اثنين، في واحد هنا وفي واحد في الجنب، وجنبي كمان الفلاشة شايفين يعني ده مكان ممكن احط فيه الفلاشة، وده مكان ممكن اوصل برضه فيه HDMI. حتى هو كاتب لي هنا وبيعرفني ان هنا فيه USB و HDMI. طيب دلوقتي احنا عرفنا كل حاجة موجودة في ظهر الشاشة، هنيجي بقى دلوقتي نشغل الشاشة. هوريكم بس حاجة موجودة عندي، ده الستاند اللي انا هحط عليه الشاشة، وهوريكم بس هنا انا عامل كذا حاجة كده برضه ايه يعني. ده السلك اللي هو خاص بالشاشة اللي هو الباور اللي انا قلت لكم عليه اللي احنا ايه هنحطه بظهر الشاشة، تمام. حتى في ميزه جميله او ان هو جايبين السلك ايه بالشكل ده عشان لو انت هتحطه على الحيطه، او بص حتى الفيشه شكلها عامله ازاي. في الفيشه بص شايفين التانية دي عشان لو انت مثلا هتحطها في اي مكان ضيق، فمميزه جدا. وده السلك اللي هو خاص بالانترنت، انا هوصل الشاشه بسلك انترنت، وده السلك اللي هو الدش، يعني انا عندي سلك الدش موجود في الحيطه اهو، وايه طبق الدش اكيد طبعا فوق السطح. وشايفين الوصله دي، وانا حاطط سلك النت في الحيطه من جوه، يعني بص كده ده سلك انترنت اهو، تمام. وجايبين جايب الوصله دي عشان هوصل فيها السلك ده، وبعد كده السلك ده هحطه فين؟ هحطه في ظهر الشاشه دلوقتي عشان هوريكم الشاشه. هنخش على اليوتيوب بقى، ونخش بقى على المواقع اللي هي خاصه بالانترنت كلها هنخش عليها دلوقتي. فيلا بينا عشان نشغل الشاشه ونشوف اللي موجود فيها. زي ما انتم شايفين انا دلوقتي شغلت الشاشه، وهعمل مقارنه بين 2019 و2020. في 2019 الصوت كان مشتت جدا، وغير كده كمان كان ضعيف. 2020 الصوت قوي جدا، وممكن تستخدمه في حاجات كتير، او ممكن حفلات بقى اعياد ميلاد زي ما انت عايز. طيب دي الميزه الاولى. الميزه الثانيه الريسيفر. الريسيفر هنا سهل ان انت ترتب القنوات، سهل ان انت تحذف قناه او تضيف قناه من جديد. هنشوف دلوقتي الريسيفر. في حاجة اسمها هنا في الريموت، ودي الميزة كمان الجميلة في الريموت، ان الريموت هنا موجود جواه قائمة اسمها ليست. القائمة دي هعمل عليها فوكس اهو، شايفين كلمة ليست دي، وهرجع تاني للشاشة. لو جينا بصينا كده ودوست مثلا ايه من الريموت على كلمة ليست، ظهر لي كل القنوات موجودة هنا تحت بعضيها، مفيش أي مشكلة خالص. عايز انزل او اطلع من الريموت برضه، شايفين برضه هعمل فوكس على الريموت، شايفين كلمة بيج دي، البيج دي يعني انا هطلع وانزل. يعني انا مثلا لو انا حبيت اجيب القناه اللي بعديها القناه اللي بعديها عادي خالص، انا بنزل واطلع هنا اهو، مفيش اي مشكله خالص. ودي الميزه الثالثه. يبقى احنا عندنا دلوقتي الصوت، عندنا الريسيفر، وكمان عندنا الريموت، فيه اختصارات شديده جدا وسهله جدا. هوريكم بقى اهم ميزه موجوده في الشاشه، وهي ميزه تسجيل الشاشه. يعني ايه تسجيل الشاشه؟ انا دلوقتي معايا فلاشه اهي، ونفترض في حلقه في التلفزيون، مسلسل، فيلم، اي حاجه تعليميه عايز اسجلها، عشان انا مثلا الانترنت عندي قاطع، فعايز ارجع للحاجه دي من تاني، هجيب الفلاشة دي اوصلها هنا، وهعمل تسجيل من خلال الريكورد. في زرار هنا في الايه في الريموت اسمه ريكورد، حتى موجود تحت هنا اهو، شايفين الريكوردر ده اللي هو تحت السهم ده، انا من خلاله ممكن اعمل تسجيل لاي حاجة عندي على الشاشة. طيب نرجع الفوكس للشاشة، ونيجي هنا هوصل الفلاشة اهو بشكل سريع. مجرد ما بوصل هيظهر لي هنا دلوقتي يقول لي ايه ان انت ايه الفلاشة ظهرت اهو، هتخش على التسجيلات ولا الموسيقى ولا الصور والفيديو. طيب نطلع قدام كده سنة. دلوقتي انا ايه مش عايز كل ده خالص، انا دلوقتي عايز اسجل الحلقة اللي قدامي دي. هاجي بقى ادوس على الريكوردر من الريموت. مجرد ما بدوس على الريكوردر من الريموت هيظهر لي دلوقتي القائمة الخاصة بالريكوردر اهو، بيتحمل اهو اعدادات التسجيل. بص بقى ركز معايا هنا، جهاز التخزين اللي هو الفلاشة اللي انا لسه حاططها،
مدة التسجيل هو مكتوب هنا نهاية البرنامج، يعني مثلا الشاشة قفلت خلاص ايه اللي هيحصل؟ التسجيل هيقف. طيب انا دلوقتي عايز احدد وقت معين، عايز ساعة ساعتين، هاجي هنا اخش هنا ده جهاز التخزين اللي واقف عليه هنا اهو، واجي اخش على مدة التسجيل واجي عند كلمة نهاية البرنامج دي. نهاية البرنامج دي انا عايز اعدلها، عايز اخليها مثلا 30 دقيقة، ساعة، او مثلا لمدة ساعة ونص، او لمدة ساعتين زي ما انت عايز. فنفترض لو انت عايز تخليها نهاية البرنامج اللي هو الشاشة تقفل، مفيش مشكلة، هنخليها على نهاية البرنامج وندوس على كلمة ايه؟ تسجيل. هيقول لي فوق اهو قد بدأ التسجيل. دلوقتي التسجيل موجود، اي حاجة موجودة على الشاشة دلوقتي لو بدلت جبت اي قنوات، بص يقوم تغيير القنوات بإيقاف التسجيل الحالي. هل ترغب في تغيير القناة؟ لو انت عملت تغيير يبقى التسجيل هيقف. يبقى معنى ذلك ايه؟ ما ينفعش ان انت تغير، انت بتسجل حاجة موجودة في قناة، ما ينفعش ان انا اغير. فهدوس ايه؟ هدوس على لا. كده التسجيل زي ما هو ايه شغال. عايز اوقف التسجيل نفس النظام، هاجي على الزرار اللي هو ريكوردر اهو، الزرار ده هضغط عليه تاني. هنا بيطلب مني انت عايز تعمل ايقاف وحفظ ولا الغاء ولا لا تقوم بالحفظ ولا تغيير وقت الانتهاء. ادوس طبعا على ايه؟ ايقاف وحفظ. هيظهر لي فوق اشعار لقد توقف التسجيل. كده انا ايه؟ التسجيل وقف. طب اتاكد منين بقى ان انا، يعني انا دلوقتي سجلت اهو، اتاكد منين ان انا فعلا اللي انا سجلته ده موجود عندي على الفلاشه؟ انا عايز اتاكد دلوقتي. هتاكد ازاي؟ الزرار اللي هو موجود تحت ايقاف الشاشه اللي هو الزرار الاحمر ده، الزرار اللي تحت، نعمل عليه فوكس كده عشان نوري الناس اهو، الزرار اللي هو ايه جنب الاعدادات ده، اللي هو الزرار ده، هضغط عليه كده واعمل فوكس على الشاشه ونركز في الجزئيه دي عشان دي مهمه جدا. عشان لو انت موصل فلاشه مثلا كيسه كمبيوتر، مجرد ما دوست على الزرار ظهر لي التلفاز المباشر ولا الاتش دي ام اي، هنزل بقى، او الاتش دي ام اي 2 1 ولا 2، يعني انت عايز بقى ايه الحاجه اللي انت موصلها. انا عايز الحاجه اللي موصلها بالفلاش، انا عايز الفلاشه، الفلاشه بقى ايه؟ دي تي. هضغط عليها، مجرد ما اضغط عليها هيدخلني ايه؟ على الفلاشه، واخش على كلمه ايه؟ التسجيلات. اهو فعلا انا كنت سجلت اهو، عشان كنت سجلت كذا مره، مره اتنين تلاته. ولو عايز اتاكد ان هو اشتغل ولا لا، اهو هشغل مثلا، ده كان اخر تسجيل انا عملته، سجلنا حوالي 37 ثانيه. طيب دلوقتي بقى احنا عرفنا مميزات كتير قوي، هنيجي بقى على اخر حاجه وهي اليوتيوب. هنتكلم مع بعض بقى دلوقتي عن اليوتيوب. فهنيجي بقى على ايه؟ الايقونه اللي هي جنب ايه؟ كلمه امازون والنتفليكس اهو. البيت ده هنخش عليه كده، نركز مع بعض بقى هنا ايه، عشان ده ايه كل اللي احنا عايزينه موجود هنا بقى. شايفين القوائم دي؟ يوتيوب، بين سبورت، نتفليكس، شاهد دوت نت. شغلها تاني. نفترض انا عايز القائمه دي اجيبها هنا، او مثلا احرك في الحاجات دي، عايز اعمل ازاحه، مفيش مشكله. لو عايز اجيب اليوتيوب تبقى اول واحده، هقف عليها كده وادوس من الايه، من التليفون اوكي، بس ادوس عليها ايه؟ ادوس عليها ايه جامد شويه مثلا، ايه هقف عليك ادوس عليها جامد عشان ايه تطلع لي فوق، واعمل ايه ازاحه بقى، اجيبها يمين شمال زي ما انا عايز، لو قعدت ترتيب لي الايقونات، وادوس عليها تاني اوكي، وبعد كده اطلع فوق بالسهم فوق، هطلع سهم فوق وادوس على كلمه ايه؟ ادوس على كلمه تمه. بيقول لي بص، عشان في ناس بتغلط وبتعمل حذف، لو انا دوست على حذف دي هتتحذف. لا انا مش عايز احذف، انا عايز ادوس على كلمه تمه دي، فهطلع بالسهم بعد كده اطلع فوق خالص ادوس على تمه. عشان مثلا لو افترض عندك اي حاجه عايز تحذفها، نفس النظام، بتدوس عليها جامد برده، بس هنا بتعمل ايه بقى؟ لما بتيجي ايه؟ لما بتيجي مثلا عايز تحذفها بتدوس على ايه؟ على كلمه الاكس دي، فبتدوس على سهم فوق كده ايه، بص حتى ظهر لك ايه الشكل ده، يبقى انت كده ايه هتحذفها. لا انا مش عايز احذفها، انا عايز احركها بس، اجيبها يمين او شمال. تمام، نرجع ونخش بقى على اليوتيوب. انا دلوقتي اخش على اليوتيوب اهو عشان اظبط الاعدادات واظبط شويه حاجات كتير قوي جوه، عشان اوريك التصفح عامل ازاي، وهل ينفع ان انا اعمل سيرش بشكل سريع ولا لا. زي ما انتم شايفين دخل عندي هنا اهو، حتى انا موصل بالسلك، وعلى فكره الراوتر شايفين السلك الاصفر ده، انا كده مش موصل بالواي فاي، انا موصل بالسلك، والراوتر جوه خالص، المسافه بعيده جدا. انت هتلاقي دلوقتي فرق كبير وسرعه في الانترنت غريبه مش هتتخيلها. نبص مع بعض هنا في القوائم اللي فوق دي، مقترح، موسيقى، ترفيه، الاحدث، العاب فيديو. هنا لو بصينا مع بعض، المقترح ده اللي هي الحاجات اللي بيقترح لك ان انت تتفرج عليها. طب انا مش عايز الحاجات دي كلها، انا عايز اخش على الموسيقى، بطلع فوق بالسهم. يعني انا بطلع فوق ايه؟ اجي عند اول حاجه واطلع فوق عشان اطلع للي فوقيها. يبقى انا مثلا لو واقف هنا اضغط سهم لفوق عشان اجي عند كلمه مقترح، وبعد كده لو موسيقى اضغط عليها، ترفيه مثلا، عايز الحاجات الحديثه اللي لسه نازله، عايز مثلا الحاجات اللي هي نفترض العاب الفيديو. تمام، فايه كل حاجه موجوده عندك هنا. طب نفترض انا مش عايز اي حاجه من الحاجات دي كلها خالص، شايفين زرار السيرش اللي موجود في الريموت ده؟ هعمل زوم عليه اهو،
الزرار ده لو انا ضغطت كده هيجيب لك كيبورد بقى تكتب اللي انت عايزه، تبحث بقى، تكتب عايز بقى تجيب مثلا افلام، تجيب قنوات، تجيب مسلسلات، عايز مثلا تشغل قرآن كريم تكتب اسم الشيخ هنا. نفترض انت عندك الكيبورد هنا بالعربي عايز تخليه بالانجلش، شايفين كلمة العربية دي، باجي عليها مجرد ما باجي عليها واضغط بس ايه هيتحول الكيبورد الانجليش. تمام كده احنا عرفنا حاجه مهمه جدا. طب نفترض انا مش عايز اكتب حاجه في الكيبورد، انا عايز اطلع على حاجه انا كنت عامل لها سيرش فوق هنا، مش عايز اكتبها من تاني، هقف على ايه؟ انا واقف هنا على اول الصف هنا وادوس سهم لفوق. لما ادوس سهم لفوق جاب لي اشعار ان انت هتكتب من جديد، فمش هتكتب لا، بعد كده تدوس سهم تحت، يبقى سهم فوق وسهم تحت كده وداني ايه للحاجه اللي انا كنت عايزها. وهدوس على كلمه دروس مجدي عشان دي القناه بتاعتي، عشان هوريكم ازاي تقدر تعلي التقنيه بتاعه الفيديو، ازاي تسرع الفيديو، ازاي تبطئ الفيديو، وغير كده كمان هوريكم اعدادات اليوتيوب لو انت عايز تظبطها في الشاشه. زي ما انتم شايفين جاب لي القناه بتاعتي هنا والفيديوهات كلها قدامكم اهي. تمام، نفترض اجيب الفيديو الاولاني ده وهوطي الصوت بس عشان ما يحصلش تشويش. الفيديو هيفتح معايا دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين. هوقف الفيديو برده من ايه، من اوكي، بدوس على الاوكي. تمام، نبص بقى مع بعض هنا، ده الفيديو التالي، الفيديو اللي جاي بعد ده، وده تشغيل وايقاف كده انتوا عارفينه، وده الاشعار بتاع القناه لو عايز تخش على القناه نفسها. والثلاث نقط دول بقى اللي خاصين بكل حاجه، ودي موجوده زيها زي التليفون بالظبط. انا واقف هنا اهو همشي ايه شمال، واقف اهو همشي شمال، دي القناه، همشي كمان كلمه المزيد دي هضغط عليها. بعد ما ضغطت على المزيد ظهر لي الاشعارات دي كلها. الهدف من ده كله ايه بقى؟ عشان لو عايز اقلل الجوده او اعليها من هنا هاجي ادوس على المزيد، وهاجي على بعد ما كنت واقف هنا همشي هنا بقى، هاجي همشي ايه سهم يمين، هدوس على كلمه الجوده اهو. عندك الجوده 1080 720 480 360، كل الجودات موجوده. نفترض هو دلوقتي الفيديو على 1080، انا هخليه على اقل جوده وشوفوا الفرق هيبقى عامل ازاي. انتوا نفسكم هتلاحظوا فرق كبير، الفيديو الجوده بتاعته بقت ايه ضعيفه جدا. طيب انا دلوقتي عايز اسرع الفيديو، عايز اخليه يمشي بشكل سريع جدا، هاجي برده على المزيد وهاجي على كلمه سرعه تشغيل الفيديو، هضغط عليها. وهنا السرعه بتاعت الفيديو مكتوب عاديه، انا هخليها 2 اكس، واضغط اوكي، وهعلي الصوت عشان اوريكم. يبقى كده لو احنا مثلا عايزين ايه، عايزين نسرع الفيديو. طب كده احنا عرفنا من ايه، من كلمه المزيد دي اللي هو الجوده، ولو عايز مثلا تحفظ الفيديو في اي قائمه تشغيل من القائمه دي، وهنا لو عايز تسرع، وهنا اللايك والديسلايك. طب انا عايز اخش على القناه نفسها، القناه بتاعت الشخص ده انا عايز اخش عليها واشترك فيها، مفيش مشكله عادي. هنيجي هنا هنعمل باك، الزرار اللي اسمه باك اهو، هعمل عليه زوم اهو الباك. وعندك الاكست، اكست يخرجك خالص، الباك يرجعك لاخر حاجه كنت انت واقف عليها. هدوس على الباك واجي هنا عايز اخش على القناه اللي هي بتاعت دروس مجدي دي، هاجي برده هنا في السيرش، هزوم اهو السيرش، هاجي اعمل ايه في السيرش هنا اهو، وهطلع فوق. احنا قلنا نيجي عند اخر حاجه سهم فوق سهم تحت. ولسه هتكلم معاك عن اعداد اليوتيوب، ان في اعدادات مهمه لازم تعملها في الشاشه بتاعتك عشان تشتغل وما يحصلش اي مشكله. بخش على اي فيديو بقى خاص بايه، بدروس مجدي، وبوقف. احنا كلمه المزيد دي بقى هنمشي بقى على ايه، الكلمه اللي جنبها اللي هي كلمه القناه، بتضغط عليها كده هو دخلك جوه القناه، كل الفيديوهات الخاصه بالقناه دي فقط. وبتيجي فوق هنا تطلع سهم فوق، دي مشاهده المقطع الدعائي اللي هو الفيديو اللي معمول للزوار الجدد، اللي هو كان الفيديو اللي انت حاطه اعلان لقناتك. وكلمه اشتراك دي بضغط عليها. طب انا مش هعرف اشترك الا لما اعمل تسجيل دخول من خلال الجيميل بتاعي، ودي بقى هتودينا على ان احنا نعمل تسجيل دخول ازاي بقى. هدوس على الباك من الريموت، هدوس على الباك خالص، وهاجي بقى هنا احنا ايه اتكلمنا على القائمه اللي فوق دي خلاص، هنيجي بقى نتكلم عن ايه الاعدادات اللي هي القائمه اللي تحت دي، الايقونه دي، دي فيها كل حاجه. الايقونه دي هنزل لها تحت كده هنا اهو عشان هفهم شويه حاجات مهمه جدا هنا. الاصوات، تشغيل تلقائي، معاينات، عايز افهم الحاجات دي كلها. انا واقف هنا يبقى همشي كده، يبقى همشي ايه سهم يمين. الاصوات، اتاكد ان انت مشغل الصوت في الشاشه، عشان في ناس بترجع الشاشه تفتكر ان الشاشه فيها مشكله، لا الشاشه ما فيهاش مشكله خالص، انت اللي مش عارف تظبط الاعدادات. تشغيل تلقائي، لو الفيديو بتاع اليوتيوب ان انت شغال عليه خلص عايز اللي بعديه يجي بيشتغل بايه، تشغيل تلقائي، وده مفيد جدا في ايه، في الحفلات والحاجات اللي هي اعياد الميلاد بتبقى ايه سايب الشاشه شغاله والايه فيديوهات شغاله ورا بعضيها. معاينات الموسيقى، لو انت مثلا مشغل فيديو والصوت مش شغال، يعني الصوت اللي في الفيديو مش شغال، برده انت بايه بتعمله تشغيل من هنا. زياده درجه التباين، المقصود بيها ان الشاشه الالوان بتاعتها كويسه ولا لا، لو كويسه خلاص بتعمل لها ايقاف، مش كويسه بتعمل لها تشغيل
بتيجي هنا تقف على تشغيل وتظبط فيها تمام. وضع تقييد المحتوى اوعى تيجي جنبه، خليه زي ما هو ايقاف، عشان لو انت عملت وضع تقييد المحتوى مش هتعرف تتفرج على اي حاجه في اليوتيوب. وفي هنا حاجتين مهمين بقى، في اللي هو ربط التليفون بتاعك بالشاشه، يعني الحاجه اللي موجوده على التليفون تظهر على الشاشه، ممكن تربطها عن طريق شبكه الواي فاي، بمعنى الشبكه اللي انت موصل بيها التليفون تكون نفس الشبكه اللي موصل بيها الشاشه عشان اللي موجود على التليفون يظهر هنا. فدي وسيله بيقول لك من خلالها ايه، عشان ده يتم بتفتح اليوتيوب على التليفون بتاعك وتكون برضه فاتح ايه داخل على اليوتيوب، في ايقونه فوق شايفين هو حتى ايه مديك الرسمه دي، الايقونه دي بتبقى موجوده فوق، لما بتضغط عليها بيطلب منك اسم الشاشه اللي انت عايز تعمل لها اتصال، فهو اساسا هيظهر قدامك اسم الشاشه دي، هيظهر قدامك اللي جي سمارت وايه والاسم بتاع الشاشه الرقم بتاعها، مجرد ما تضغط عليها الحاجه اللي موجوده هنا بتظهر هنا. وفي طريقه ثانيه عن طريق ان انت تربط عبر رمز التلفزيون، الرمز ده انت بقى بتعمل ايه، نفس الطريقه برضه بتخش على اليوتيوب من تليفونك، اول حاجه بتفتح اليوتيوب، وتاني حاجه بيقول لك ايه بتخش على برضه في ايقونه كده اسمها على ايقونه كده اسمها المشاهده على التلفزيون، وبعد كده بيطلب منك، هو هيطلب منك في التليفون كده يقول لك طب ادخل الرمز اللي ظهر قدامك على الشاشه، بتدخل الرمز ده واللي موجود على الشاشه هنا بيشتغل ايه، اللي موجود على التليفون هنا بيشتغل على الشاشه. واللي تحتها دي الاجهزه المرتبطه اللي هو التليفون بتاعي اللي انا ربطه بالتلفزيون، لو انا مثلا عامل تسجيل دخول من خلال ايه الجيميل بتاعي تمام، وعندك اللغه والموقع الجغرافي، فكل الحاجات دي اللغه عندك هنا انا عاملها العربيه، والموقع الجغرافي بقى انت البلد بتاعتك انت قاعد فين، وهنا لو انت عايز تعمل محو سجل المشاهده، لو انت مثلا عايز تمسح كل الحاجات اللي انت شفتها من هنا برضو محو سجل البحث، كل الحاجات اللي انت عملت عليها سيرش، اعاده ضبط التطبيق لو انت عايز مثلا التطبيق اللي هو بتاع اليوتيوب تحذفه وتعمله من تاني، فبس فكل الحاجات موجوده هنا عندك هنا اهو تمام، والموضوع سهل وبسيط. بكده احنا عرفنا كل حاجه من خلال ايه القائمه اللي هي خاصه بالاعدادات. هنخش على القائمه الفوقيه اللي هي خاصه بتسجيل الدخول، لو انت عايز تعمل تسجيل دخول بالجيميل بتاعك، وهنيجي على الجزء اللي فوق ده اللي هو الفيديوهات اللي انت ايه عجبتك او انت حفظتها، وده برضه لازم بيتطلب منك ان انت تكون عامل تسجيل دخول بالجيميل بتاعك، الفيديوهات اللي انت عملت لها لايك يعني عجبني. وانا برضه نفس النظام برضه لازم يبقى الثلاث حاجات دول بيتطلبوا منك ان انت تكون عامل تسجيل دخول، ان انت مسجل جيميل عشان تعرف تخش على القوائم دي. ودي بترجعنا للحاجات اللي احنا كنا فيها من البدايه خالص.